ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كلالة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. يلتقي نسبهم أبو عبيدة رضي الله عنه، هذه كنيته، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كلالة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك بن النضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي غالب بن فهر، وأبو عبيدة بن الجراح من ولد الحارث بن فهر، مشهور بكنيته أبي عبيدة، مشهور بنسبته إلى جده أبي عبيدة بن الجراح، وجراح جده وأبوه عبد الله، كان أحد جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة السابقين إليه، وشهد مع رسول الله وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها من المشاهد. وهو قديم الإسلام، أسلم. الله، والله ما رأيت ولا سمعت أحدا أعلم من الشيخ سعيد الخمري منذ وعيت الدنيا، عالم جليل. عندما يشرح موطأ مالك تشعر أنه كان مع الصحابة. هذا بس لما يسرد لك في موطأ مالك كنية أبا عبيدة الجراح أمين الأمة، يدي اسمه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، علم حقا المطاعم يقولوا ما نشر قد اليوم ما نشر قد قيامتكم قامة تنتهوا ننجزكم نديكم طحنة. هو وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبيدة بن الحارث بن المطلب في ساعة واحدة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. وكان رضي الله عنه له مناقب عظيمة جليلة فخمة جزلة، من أعظمها وأجلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبه بأمين هذه الأمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فقال رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. هذا. وفي رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو. أهلا يا عبد العليم، أهلا أهلا يا ابن المثنى، أهلا. أشتي أقول إنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. على هذه الجماعة أنتهي، إنه اليمن ما بتزلج وتنتهي من أجل سواد عيونكم. حقكم هؤلاء القيادات الضروطة يفعلوا لهم حل، بزوهم مصحة، بزوهم، عالجوهم، رحلوهم، خرجوا الحزب هذا. دارين إنك يمني لكن مثل ما الذي يكون به فيروس، انت الان مكرون، انت بينك طاعون، انت اللي تخرب بلاد، تخرب امه. ده الحين تشكيل الحكومه، الان في تشكيل حكومه. انا مثل ما قلت لكم قبل اسبوع انه في تغييرات وفي تشكيل حكومه قادمه. اقسم لكم بالله انهم هكذا اللي يدحسوا البلاد، يعني لعل يقول لك المتضيح يتعلق بقشواش، المتضيح يتعلق بقشواش، وهؤلاء ما قتلونا قتلوا الخليج، قتلوا
قتلوا التحالف، قتلوا الاتحاد الأوروبي، قتلوا المبعوث الأممي، لا عادلوا لهم حدف ولا قرقع. ما مو هذا، كيف نفعلكم؟ ما هي تنتهي الحرب إلا عندما تنتهي الجماعتين، يعني جماعة الحوثي وجماعة الإصلاح. الأحزاب الدينية هذه اللي تتسلق باسم الله للسلطة، هذه إذا انتهت فإحنا في خير، ولنا فيما سبق عبرة. الأوروبا هذه كان نفسها، كان التعليم كنسي، كان الحكم كنسي، كانت الكنيسة تخلي التعليم حرام، والطب حرام، والكيمياء حرام، والفيزياء حرام، والطباعة حرام، والقراءة حرام. لما معاه قدروش وصلوا إلى حل، إنه نفصل هؤلاء المطاوع حق الكنيسة، ونخليهم يجلسوا يذبوا وحدهم تحت الناقوس، يرن يوقعوا درن، والدولة تدير أمورها بقانون مدني يتوافق مع ثقافة هذه الأمم، مع ثقافة الشعوب، مع ما هو متعارف عليه، مع ما لا يضر البشر. وأصبحت أوروبا وأصبح العالم، الدول الحديثة هذه حاكمة الدنيا، وهؤلاء الناس يقولوا ما لا يفعلوا. يعني أثبتت 9 سنوات أنهم يقولوا ما لا يفعلوا، هاتوا لي حاجة من أقوالهم فعلوها. يقول لك ينادي للتغيير، ورئيس الحزب حقهم والقيادة حقهم، أصغر واحد عمره 16,000، قالوا لي حن زغنه تغيير، شر غير نفسك، ما تقدروش تغيروا الكنس من حقكم، قام من كثر ما قام شهبة. فالمنطق يقول انه البعرة تدل على البعير، وضفعة هناك، هذيك الضفعة حق بقرة، وهذيك البعرة حق جمل ولا حق، ما تشتيش فكاكة. اتركوا للشعب هذا حاله، لا حاربتم، لا تصالحتم، لا تحالفتم، لا قاتلتم، لا مو بكم، بكم مس، خلوا واحد يقرأ عليكم، أنهكتم الشعب، أنهكتم الشعب والأمة. الأحزاب هذه حقا القديمة كل هذه ما فيش فيها خير. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة، أنت زي هذا ما قال الأخ نشوان الرازي، فلت كل شيء، وقال الأرض مش مسطحة، الأرض مكعررة، المطولة لها مطحننة، ما عمش خبر. غريب سعيد، أنا قصدي ما بيش طافة إلا بس ما جاش نوم، قلنا يعني يراعي لما يأذن. ورقدنا رقدة أهل الكهف، تعبنا يا جماعة الخير، تعبنا والله تعبنا. لا تعطوش للناس هذا قدر، ولا تعطوهم قيمة. ناس قتلونا، ناس شردونا، ناس بهدلونا، ناس يعني شمتوا بنا الشمت. مع يعني الحل هو يجي من عندنا، عندما نترك هذه الأحزاب السياسية كلها، المؤتمر والناصري والبعثي والاشتراكي والإصلاح، مش تحامل على الإصلاح، كلهم في نفس الخندق، بس أسوأهم الجماعات الدينية، لأنه بالعقل الله سبحانه وتعالى أنزل نبي، وأنزل رسول، وأنزل قرآن، وأنزل كتاب، تمام، وهدي الأمة، وانتشر الدين هذا، نزل على محمد وانتشر بالعالم هذا كله، احنا الآن 1,700,000,000 مسلم. يعني الموضوع حسم، ما أي سعتر، مو أي يفعل سعتر ولا الزنداني ولا مو أي يقول، مسطحة مربعة مكعررة. تركونا خلونا نعيش، دول العالم كل اللي تتحسن،
واحنا لين ارحموا الناس، ارحموا الناس هذه اللي تأكل بالشوارع، ارحموا الأرواح هذه اللي تزهق، ارحموا الجهال بلا مدارس بلا مستشفيات بلا أكل بلا ملابس بلا شيء. أين تهو هذا كلهم لجل الحزب حقك، لجل الحنة، خاف ربك. أوه يا عم فاكر بيذيق أرجع أرقد. أصبح على خير. ما هذا الهدهد اليماني؟ خمر. لا ذا الدابة، دابة. الله سبحانه وتعالى يخلقك بشر ومعك عقل ومعك سمع ومعك بصر، يدخل دابة هكذا لا يدري ما يقول. الله والكشيف، هاوذا الجرائم، هاوذا واسمه الهدهد. هو بلهوه.